السلام عليكم أهلا بيكم حل مشكلة إن تطبيق المسنجر مش بيفتح معاك ومش بيشتغل ولما بيفتح بتكون الشاشة بيضاء ومفيش أي رسايل زهرة أو محادثات زهرة بإذن الله هنحل المشكلة دي في خطوة بنروح لإعدادات الهاتف وبعد كده بنروح للتطبيقات أو إدارة التطبيقات أو مدير التطبيقات على حسب ما هي في الهاتف بتاعك وبعد كده بنروح لتطبيق ماسنجر تمام وممكن تبحث عنه هنا في الاعلى هنا هو التطبيق بنفتحه وبعد كده بننزل للاسفل عند مكان تخزين بعد كده بنروح لمسح البيانات وبنضغط مسح تمام وما تخافش ده مش بيمسح الرسائل هو بيمسح المعلومات بيطلب منك اعاده تسجيل الدخول وبعد كده بنروح ندخل التطبيق وبيطلب مننا إعادة تسجيل الدخول والمشكلة بتكون اتحلت نهائيا يا رب يكون الشرح أفادكم